نهاركم زين ومبروك. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نحضروا معا أرز بالخضار بطريقه بزاف بسيطه، بنين 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 صدقوني من اروع ما يكون. نرافقوه بتحليه موسميه بسيطه بسيطه ولكن بزاف بنينه. نجوزوا للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. خليت القطعة تاع الدجاج ديالي نضيف عليها البصل، نضيف عليها الملح، نضيف عليها سنينة وحدة تاع الثوم حطيتها بالنهيلة. الدجاج مع البصل وسنينة تاع الثوم والملح راه كل شيء تيتقلى بالطبع. نجي لهنايا وعندي زوج حبيبات قرعة مسكرفجين، زوج حبيبات زرودية، حبة بطاطا، نزيد نرميهم هما قالا يتقلاو بالطبع. الدعوة راهي تك تك، الروايح راهم دايرين حالة. نجي ونضيف طماطم، عندي حبيبة تاع طوماطيش حميمرة، وندير تشكيلة تاع التوابل، شوية تاع العكري، شوية تاع القزبر، فلفل الكحل، هذه هي، ورشة خفيفة تاع القرفة. ودوكا نضيف الحميصة بيان سيغ مشمخة ماراهيش طيبة، وعندي لهنايا الطرشي الأحمر المفور، يقدر يكون بكل بساطة مغرفة صغيرة تاع الطماطم المصبرة. نمرق ونخليها طيب بعقيلتها، بالك وتغفلوا عليها من داك حركو حتى وين كل شيء طيب بطبع. باش نحضر الرز ديالي خديت عبار واحد تاع الرز، خليته في الماء فريمون واحد ربع ساعة، قطرته هاوليك، نضيف عليه زوج عبارات تاع الماء. العبار الثاني ندير عليه غير شطبة تاع القرفة، وندير عليه الملح اللي يسحقو بيان سيغ عبار تاع الرز يقابلو عبار تاع الملح، ولا بليتو مغرفة صغيرة تاع الملح. عندي ماري لا كويسون بارد، في بارد تقدروا لهنايا تزيدوا شوية تاع الكركم، وعلاش لالا وريقة تاع الرن، شطبة تاع زعيترة، سنينة تاع توم، هادو كامل المنكهات تقدروا تضيفوهم. نخليه يطيب فغيمون على نار قليلة شمعة حتى وين فغيمون كل حبة بحبتها. في الاخر نديرلو مغرفة تاع الزيت ومغرفة تاع الزبدة. المرحلة الأولى ناخد لافخيز، شوفوا نظفتها ودرتها ديميات هكدايا، عندي لهنايا المقدار تاع 120 غرام، نفرغها في إنكاسخول الله الله، ونضيف عليها السكر، وعندي من السكر 50 غرام، هذه هي. نحطو فوق النار، نار قليلة ولكن ضروري نضيف له عصرة تاع القارص. القارص راهو رايح يحافظ على اللون، أكيد راهو رايح يجيني لون وردي يشهي. هنايا عندي لافخيز، شوفوا ليا تشهي مسكره مسكره رائعه، خيروا هذاك الحجم اللي يجي صغير، شوفوا حتى القلب ديالها حميمر مي فريمون تشهي. نحطها في الوعاء وافيك ان بغا ميكسور نميكسيها بالطبع. شوفوا ليا رحيت كاس تاع الفراوله، هاوليك عطاني كاس، صدقوني شيء رائع. شوفوا اللون رائعه، نضيف عليها نص كاس تاع بودره الشانتيي، ونضيف عليها كذلك نص كاس تاع كريمه طازجه اكثر من 35% من الماده الدسمه هكذايا. لا بودغ حتزير لي المزيج، والاخرى حتعطيني اللذه اكيد، وحتعطيني القيمه الغذائيه. نقول بسم الله ونبدا. شوفوا ليا المزيج كيفاش راهو، شوفوا ليا كاين دي موش هكذا تاع الفراوله بيان سور، هذوك النقاط الرائعه، دقتها السكر تاعها اقل من واش لازم، وهذا هو واش راني حابه، لانني درت من الاسفل هذيك القاعده تاع لافخيز كونكاسي فيها شويه تاع السكر. لا موس موزونه بنينه بزياده. دوكا ندوزو مباشره للمونتاج. من لاباركات تاعي تاع لافخيز بيان سور خليت حبيبات هما اللي حنديرهم في الجوانب،
كيما نديرو لو فريزيي بيان سور، نحي غير هذا الراس ونجي نقسمها نسيع على ثلاثه. راني حابه يكونوا ملحمين لاني ما عنديش يعني حاجه كبيره. فوالا، وناخذ دائما دائما هاد الجهه نخلوها هي على داخل هكذا. اوب، لا مارميلاد ديالنا شوفوا ليا على بالكم طحت واحد لافريز تشهي. نجي وندير هنا في القاعده مغرفه، حتكون كافيه هكذا. ونقول بسم الله وناخذ هذيك لاموس يا خويا، جات موزونه من كل شيء هكذا. ونعمر الروز اللي حضرناه نهار اليوم بهذيك الصلصة وهذيك الخضرة اللي سكرفجناها، جاي شهي مرقة تقيلة. والروز كيفاش طيبناه في عطمة نغلوه ونحوله القيمة الغذائية؟ لا لا، عبر تاع الروز انا درت بسمتي وزوج عبر تاع الماء، نسموه بالقرفة، نسموه بالهيل، نسموه بسنيناتوم وريقارن. ليسونسيال حتى يشرب الماء ديالو، ديروا له شويه زبده وشويه زيت، جا مزربع جاي شهي هكذا. ما نقعدوش نصفيو فيه ونفورو فيه، غير خطره واحده طيبناه وفقط. طبق مغذي يشهي، ولا الغي فيرسيون ديالو دوك نقول لكم. الروز تخلوه نص طياب، تغلوه نص طياب، ديروه في البيغاكس ومن بعد تسقيوه بكامل المرق، تدفعوه للفرنو للكوشه، تخلوه يطيب بيان سور حتى وين يتشرب المرق. ولكن انا مع الحال راهو سخون تقلت المرقه وطيبت الروز. الخضره دابت، الحميصه زبده، طبق يشهي يشهي، لا لازم تجربوه وتردوا عليا بالخبر. القطعه تاع الدجاج اللي درتها حمرتها عطتني بنه هايله، وصدقوني ماشي شرط نديرو كميات كبيره تاع الدجاج، قطعه واحده غير على البنه. طبق غني فيه الحميصه، فيه الخضره مشكله، تقدروا تضيفوا له الجلبانه، تقدروا تضيفوا له اللف، راهو راح يجي رائع. لو ديسير تاع نهار اليوم كيما راكم تشوفوا كان قدامكم وجد. واش نقول واش نخلي؟ شوفوا ليا هذيك لاموس اللي من الفوق مشتي بالحبيبات تاع الفراوله، طحت في فراوله من النوع الرفيع منتوج محلي ساحليه بنينه حميمره تشهي. لازم ديروا هاد لو ديسير وتفرحوا به. هذيك لافريز في الاسفل كونكاسي معسله واللون تاعها يشهي، ومن بعد من الفوق اون موس فيها شويه تاع لابود دو شانتيي وفيها كريمه طازجة اكثر من 35 من الماده الدسمه. جربوا لو ديسير، خلوه يبرد مليح 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 وردوا عليا بالخبر. تحليه راقيه توجد في رمشة عين، اقتصاديه ما فيها ولا جيلاتين ولا اي شيء، بنينه بزياده. على بالي تحبوا تشوفوا النتيجه عن قرب، نقولوا بسم الله. اوب، ونرفد ونوري لكم. نسين نحبط للاسفل، شوفوا ليا، شوفوا شوفوا ليا شوفوا ليا، جربوها ما حاش تندموا. وفي الاخير ما بقى عليا غير نقول لكم جربوا الوصفه وردوا عليا بالخبر، وما تنساوش تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.